وضع السوار الالكتروني حقيقه تجربه هي منتشره عالميا، ونريد المغرب ان ينخرط فيه كاحدى الوسائل للحد من الاكتظاظ، ولكن كذلك لاعطاء فرصه للمواطن المغربي. ومنهم السوار الالكتروني، السوار الالكتروني هو وسيله لعدم زج بالشخص داخل السجن، ولكن اعطائه فرصه من اجل بقاء داخل المجتمع ومراقبته، وفي نفس الوقت يعيش حياته بشكل عادي وبشكل كذلك محدود ومراقب. وهي وسيلة من الوسائل التي تعطي فرصة من الناحية العملية ومن الناحية الإنسانية. أي جنحة من الجنحة أقل من 5 سنوات يمكن أن يستفيد من السوار الإلكتروني، إلا بعض الأشخاص مثل المغتصبين، الأطفال أو النساء، مثل تجارة المخدرات وبعض الجرائم الأخرى التي انتهاك عرض إلى غير ذلك من الجرائم التي نعتبر بأنها لا تليق بهذه استعمال هذا